لماذا يقال دائما أن الصحافة الرياضية الإنجليزية تحديدا هي صحافة قاسية جدا على اللاعبين والمدربين وعلى المنظومة الرياضية في إنجلترا؟ دائما هذه السمعة مقترنة بالصحافة الإنجليزية عكس أي صحافة رياضية أخرى في العالم. أعتقد لأننا لدينا صحافة حرة نوعا ما، رأي حر نوعا ما، ربما لدينا بعض الآراء القوية ولا نمنع أن نقول ذلك، فبالتالي أعتقد أن هذه الآراء من المهم أن أعتقد نفس الأمر إذا سألت بعض الصحفيين المصريين عن بعض الأندية في مصر كالزمالك، ربما يراعى الأمر يراعي الجماهير ويراعي جماهير الفريق الكبير كالأهلي أو الزمالك، ولكن هذا الأمر ربما يحافظ على هذا التوازن في مصر، لكن في إنجلترا الصحفيين يهاجمون بشدة الاتحاد، يقولون رأيهم بحرية تجاه الأندية. أعتقد أن أي صحفي محظوظ إذا كان لديه فرصة على هذا التقرير، أو في خصوصا في الصحافة المكتوبة أو في الصحافة المرئية. أعتقد أن لدينا الحرية لننتقد، وهذا أمر جيد، أن ننتقد المدير الفني، اللاعبين، الاتحادات، فأعتقد أننا محظوظون لهذا.